بالظبط كده. طيب فايلر مع النادي الاهلي يتم تقييمه بشكل نهائي ان هو مدير فني هيقعد سنوات كتيره، لان البعض دايما وشايفين بقى الجرافيكس بقى الحاجات اللي بتتعمل على السوشيال ميديا، ويحط بقى فايلر كده ويجيب بقى في وراه زي كده ويعني بيعملوا الاكشن ده، فشايف دوت مقارنه في صالح المدرب ولا لسه بدري على المقارنات دي؟ يعني هو مبدئيا النتائج دلوقتي هي سلاحه، يعني اما تيجي النهارده فايرر 36 هدف نادي الاهلي ما حصلتش في فتره كبيره جدا، يمكن اخر فتره كان 30 هدف، دخل مرمى هدفين، معدل غير عادي طبعا. اكتر في السنين اللي فاتت كلها كان 6 اهداف، فبرضه يعني هو عامل نتائج كبيره. احنا بنتكلم بقى على فايرر في نقط مهمه جدا، يمكن الكابتن محمد اتكلم في نقطه مهمه وهي رمضان صبحي. الاكتر بقى من كده اما تيجي تبص حضرتك على فرجاني ساسي السنين اللي فاتت كان عامل شكل لنادي الزمالك، وعلشان كده جمهور نادي الزمالك بيعتب عليه في معظم الاوقات ويقول لك فرجاني ساسي لسه ما رجعش لمستواه. اتعود من فرجاني ساسي ان هو يكمل، ان هو يكون بصير كويس، ان في اسيست باستمرار منه وفي اهداف. النهارده لو جينا لعمرو السوليه او ديانج، عمرو السوليه لغايه دلوقتي في ماتش الجونه الهدف الثالث، في ماتش وادي دجله الهدف الثالث هو اللي صنعه، الماتش اللي فات ماتش المقاولين هدفين حسين الشحات ووليد سليمان هو اللي صنعهم. التكمله والزياده في مباراه حرس الحدود احرز الهدف في الدقيقه 82 او 83 كسبوا بيه مباراه الحرس بعد تكتل دفاعي كبير من النادي. ديانج النهارده ديفندر بيحرز اهداف وهو لسه جديد على الفريق. في مباراه اف سي مصر هو اللي عمل اسيست القفشه اللي ادى لمروان محسن. فحسابات بتحسبيها المدير الفني، هل اللاعبين النهارده زي ما بقول لحضرتك مروان صبحي رمضان صبحي مروان محسن رجع للتهديف، جه فتره قال لك مروان ممكن يمشي من النادي الاهلي او يطلع اعاره، الراجل تمسك بيه احرز 4 اهداف في 3 مباريات بشكل رائع. رمضان صبحي التطور اللي حصل الغير عادي فنيا من ناحيه تنوع في اللعب والمساحات واستغلال امكانياته وقدراته اللي هو اكيد شرحها له. زي ما بقول لحضرتك الاثنين دلوقتي موجود سواء ديانج او عمرو السوليه، ده تطور بيظهر ليكي بيبين المدرب قد ايه ناجح. واضيف اليهم ان مش بس نجاح رمضان صبحي في ان هو ظهر بشكل مميز جدا تحت قياده ريني فايلر، نجاحه كمان ان لما رمضان بقى غايب ان فريق الاهلي ما تاثرش بشكل غياب رمضان اللي كان منور بشكل اما اتغير. ونفس اكمل كلامك حسام عاشور لما جه بعض الوقت غاب رجع قفشه لعب ديفندر تاني جنب عمرو السوليه وتحسي ان فعلا ما فيش تغيرات. النهارده محمد فتحي اتصاب وبقى قفشه هو اللي بيلعب ديفندر وبيلعب قدامهم وليد سليمان. امكانيات معرفه وليد سليمان برده امكانياته، وتحسي ان وليد يعني وليد السنين اللي فاتت لما كان بيقعد مع لاسارتي ولا كان بيقعد مع اي مدير فني تحسي ان وليد في حاله زعل او حاله هو لاعب كوره كده دايما. النهارده تشوفي وليد بينزل في الوقت المناسب وبيحرز اهداف. كهربا لما نزل في مباراه طنطا اداله في الوقت المناسب صنع جاب هدفين واسيست. فمهم جدا ان اللاعب يعرف المدير الفني يعرف امكانيات لاعبته، مين لعيب سريع اديله امتى، مين لعيب محتاج ان انا اسنده وانا كسبان بنتيجه كبيره اديله. النهارده هاني بدا يلعب، محمود وحيد لعب في فتره، فده شيء يحسب لفايرال طبعا بجانب النتائج اللي هي الحاليه بالنسبه للدوري المصري. احمد الشيخ برضه ممكن نتكلم عنه، يعني لان ابتدى فعلا ياخد وفي نفس الوقت بقى بيسجل اهداف. نقطه مهمه جدا، يعني يمكن احمد برضه في بدايه الموسم كان من ضمن المجموعه اللي هي كانت ممكن تطلع عرب، مش بتشارك. النهارده احمد كمان تحسي ان هو عايز يمسك في الفرصه. في المباراه اللي فاتت يمكن اكتر لاعب كان بيدافع في الثلاثي الامامي مباراه المقاولين كان احمد الشيخ. فده يحسب للمدير الفني ان هو اداله وثق فيه طبعا.